تشرف مديري الجمارك الحالي والسابق في لبنان على خلفية التحقيقات بانفجار بيروت. داعش يعيد تنظيم صفوفه في مدينة صبراتة في غربي ليبيا تحت غطاء الميليشيات. بكين تصعد انتقاداتها لواشنطن وتصف العقوبات الأمريكية على هونغ كونغ بالوحشية. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. أعلن المدعي العام التمييزي في لبنان توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي والسابق وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت. يأتي ذلك بعد إعلان القضاء العسكري توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت وإدارة الجمارك في حادث الانفجار الذي ضرب المرفأ. وكان المدعي العام التمييزي أصدر قرارا بمنع سفر مسؤولين في الموقعين وتجميد حساباتهم. كشف تقرير فرنسي عن عودة تنظيم داعش للظهور في مدينة صبراتة غربي ليبيا، وأكد التقرير من خلال شهادات نقلها عن السكان أن التنظيم بدأ في السيطرة على المدينة، مشددا على أن هناك علاقة بين نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا وعودة ظهور التنظيم في هذه المناطق. وصفت الصين العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة هونغ كونغ بأنها وحشية، واعتبرت بكين أن هذه العقوبات تكشف نوايا السياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. زلزال يضرب الولايات الشرقية للجزائر بقوة 4.9 درجات. أهلا بكم من جديد. ضرب زلزال بلغت شدته 4.9 درجات على مقياس ريختر الولايات الشرقية للجزائر، وحدد المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل مركز الهزة بكيلومترين 2 جنوب بلدية حمالة بولاية ميلا، وتسبب في خسائر مادية محدودة حيث تضررت بعض المحلات والمنازل. حطت في مطار رفيق الحريري في لبنان 6 طائرات مغربية محملة بمساعدات إنسانية وطبية عاجلة تتضمن أدوية ومواد غذائية وخيام لإيواء ضحايا الانفجار. كما حملت الطائرات معدات لإنشاء مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات لتقديم العلاج للمصابين. في الختام تذكير بأهم العناوين: توقيف مديري الجمارك الحالي والسابق في لبنان على خلفية التحقيقات بانفجار بيروت. داعش يعيد تنظيم صفوفه في مدينة صبراتة في غربي ليبيا تحت غطاء الميليشيات. بكين تصعد انتقاداتها لواشنطن وتصف العقوبات الأمريكية على هونغ كونغ بالوحشية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.